الأزمة الروسية الأوكرانية، الكابوس الذي يرهق العالم أجمع، تداعياته خطيرة جدا جدا إقليميا ودوليا. كل دول العالم بتسدد في فاتورة تلك الحرب. دول العالم أصبح منقسم بين قطبين متناحرين، العالم دول العالم الثالث والدول النامية، والدول تعاني الفقر، تعاني معاناة أكثر من قبل. لذلك عندنا مشكلة كبيرة جدا جدا، يبدو أنها ستستمر لسنوات بحسب التصريحات الأوروبية التي تخرج بسبب هذه الحرب وعدم التوافق وعدم الوصول إلى حلول، لدرجة أن خلت الولايات المتحدة الأمريكية النهاردة بتتكلم أنها تتمنى الوصول إلى حل سياسي، ودي ما كانتش نبرة تصريحاتها. هنتكلم على أن احنا عندنا عنوان عريض، فكرة أن احنا حتى الآن نرى روسيا رغم المعاناة ورغم التضييق ورغم الحصار، روسيا ما زالت متفوقة في هذه الحرب، وأوكرانيا أكثر الخاسرين، ودول أوروبا كذلك تتبعها في الخسارة بسبب الأزمات الاقتصادية الداخلية، وقس على ذلك كل دول العالم. روسيا ليه بنقول إن روسيا حتى الآن منتصرة في هذه الحرب؟ لأن روسيا بتحقق مكاسب اقتصادية في ظل أزمة بتعاني منها كل دول أوروبا. الدول اللي عندها موارد من مش كتيرة في العالم بتكسب أكتر في ظل هذه الحروب وهذه الأزمات. لما نعرف إن احنا في أول 100 يوم في الحرب الروسية الأوكرانية، روسيا الوحيدة كسبانة كام؟ 100 مليار دولار، بمتوسط مليار دولار يوميا منذ أن بدأت الحرب. ليه؟ بسبب الارتفاعات الجنونية في أسعار الطاقة. في نفس الوقت إذا كانت دول أوروبا حاولت إنها تحاصر روسيا من خلال تقليل أو عدم استيراد مشتقات النفط أو الغاز الروسي، كان البديل موجود. بدأت روسيا تصدر للصين وللهند ولدول آسيا اللي كلها بتستوعب هذه الكميات الضخمة. الأرقام دي والإحصائيات يعني صعبة جدا جدا جدا، وكانت غير مسبوقة، وحاجة تقلق دول أوروبا من تداعيات هذه الحرب. ويمكن النهاردة كانت هناك أو خلال هذه الأيام هناك تصريحات صادمة تؤكد موقفنا، إن احنا بنقول إن روسيا حتى الآن رابحة عمليا بالدخل اللي بيدخل لها من دول العالم، وفي نفس الوقت بعصا هي لعبت بعصا الغاز وقدرت فعلا فعلا تضرب أوروبا، دول أوروبا ضربات قاتلة حتى الآن. لما نيجي نتكلم على يعني الصحيفة مثلا زي زهيل، بتتكلم على صحيفة أمريكية بتتكلم على إن أمريكا نفسها رأس حربة هذه الحرب، بتتكلم على إن أمريكا قد تضطر لإغلاق مفاعلتها النووية إذا أوقفت روسيا إمدادها باليورانيوم المخصب. روسيا هي أكثر دول العالم اللي بتمد باليورانيوم المخصب، وأمريكا بتعتمد في مفاعلتها على اليورانيوم المخصب الروسي، وروسيا بتلعب بهذا السلاح وبتقول لك إذا أنا ممكن أقطع هذا تصدير اليورانيوم المخصب، إذا المفاعلات النووية الأمريكية ممكن تبقى كلها مجرد خرابات. إذا دي عصا ولا مش عصا؟ لا، دي عصا وتضر الولايات المتحدة الأمريكية. نسيب الأمريكا ونخش على الرئيس الفرنسي ماكرون نفسه، أكثر الأشخاص اللي هجم مؤخرا روسيا رغم أنه كان فاتح خط اتصال قبل الانتخابات الفرنسية، بيتكلم على أنه الحرب باتت في أوروبا وعلينا الدفاع عن أنفسنا. كل دي اعترافات بالهزيمة، وأن روسيا لم يتم حصارها في إطار أوكرانيا فقط، ولكنها بدأت تتوسع وأصبحت مصدر تهديد لكل دول القارة العجوز، القارة الأوروبية. دي تصريحات خطيرة جدا. كمان منذ ساعات قرينا في الإعلام الإسرائيلي بيتكلموا على إنه شركة من كبريات الأمن السيبراني الإسرائيلية الكيلا بتتكلم على إن قوائم الأسلحة اللي بتمد بها دول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية أوكرانيا أو المقاتلين في أوكرانيا يتم بيعها في السوق السوداء. هل بقى ده بعلم زيلينسكي ولا أفراد في الحكومة ولا قيادات في الجيش ولا؟ إذا دلوقتي أصبحت الأسلحة اللي بتتاخد المفروض يحاربوا بها الروس إنما بتتحول بتباع وبنسبة كبيرة جدا يحصل عليها الروس. إذا أصبحت سلعة تاخد تتباع. أظن ده حدث في بعض مناطق الصراع الأخرى التي كانت الولايات المتحدة الأمريكية سبب في اشتعالها، وقد حدث ذلك في ليبيا وفي العراق.
وبالتالي ده مؤشر برضو خطير على فشل أوروبا وأمريكا في إن هم يحدوا من قوة روسيا ويخلصوا مهمتهم اللي كانوا محددين لها فترات قليلة جدا. كمان بنتكلم على وزير الخارجية الليتواني عمل تصريح برضو خطير برضو بيدلل على الانتصار الروسي. كل الناس شايفة دلوقتي في أوروبا حاسة بخيبة الأمل وحاسين إنه الأمور بتفلت من إيديهم. الفترات القليلة اللي كانوا فاكرين إن ممكن يخلصوا أو يجبروا روسيا على التراجع في أوكرانيا ما لم تضر روسيا. روسيا كانت حاسبة حساباتها كويس قوي، وقبل ما تاخد الخطوة عارفة إنها تتحاصر اقتصاديا، وكانت مأمن نفسها خاصة مع الجانب الصيني أو مع دول آسيا، وعندها ما تستطيع أن تضرب به أوروبا جمعاء والولايات المتحدة الأمريكية وكافة أعضاء حلف الناتو. وزير خارجية الليتواني بيتكلم على أننا نشعر بخيبة أمل كبيرة. ليه يا سيدي؟ نتيجة وركز نجاح روسيا في أوكرانيا، نجاح روسيا في أوكرانيا ده لسان حال غالبية دول الاتحاد الأوروبي، ولكن المكابرة وعدم الاعتراف بالهزيمة اللي مخليهم جميعا يعني ما يقولوش مثل هذه التصريحات المباشرة والصريحة اللي قالها وزير الخارجية الليتواني. كمان شايفين تصريحات مهمة من رئيس وزراء بولندا اللي إحدى الدول المهددة من قبل روسيا بعد طلبها الانضمام لحلف الناتو. بتقول رئيس الوزراء البولندي بيقول تحسبا للي متوقع انه يحصل ان احنا هنقوم ببناء 380 ميدان رماية لتعليم البولنديين على حمل السلاح. عنده ثقة واثق ومتأكد ان روسيا وجودها في بولندا مسألة وقت، وبالتالي بيجهز الشعب لحرب شوارع. كل ده بيؤكد ان روسيا اصبحت بعبع وخطر كبير جدا على اوروبا. وحتى التصريحات الامريكية النهاردة اللي بتتكلم كانت النبرة خلال الفترة الماضية انه امريكا هدفها انها تأدب بوتين، او في زلات لسان الرئيس الامريكي لما قالت ازاحته من السلطة، او في مرات كتير ان احنا قادرين على ان احنا نخلص المعركة ونقهر روسيا ونرجعها، وكل الكلام اللي كان بيتكلم فيه بايدن. دلوقتي الولايات المتحدة الامريكية هناك تصريحات كثيرة جدا بتتكلم على ان املها الخارجية الامريكية املها ان هي تحل الازمة الروسية الاوكرانية بالسياسة، ودي نبرة ما كانتش بتتقال في الفترة الاخيرة، وده معناه انهزام في الخطاب الامريكي تجاه روسيا. كذلك رغم الكلام الكتير جدا عن المجاعة العالمية وخوف دول أوروبا في إن هي تجوع، وبعيدا عن إن هي تبقى في ظلام ومصانعها تقف خاصة ألمانيا بسبب الغاز الروسي البترول الروسي، فحتى بخايفين كمان على الأكل وبدأوا يفكروا في سبل أخرى بديلة لحل هذه الأزمة. عشان كده اتكلمت ألمانيا، اقترحت على دول الاتحاد الأوروبي ان القمح او الحبوب الاوكرانيه لان تتم تصديرها، طبعا هي الحاجات دي مع اغلبها ما بيخرجش بسبب الحرب، لكن المانيا بتقترح ان الحبوب دي تصديرها يتم عن طريق السكك الحديديه، اذا تستخدم السكك الحديديه يكون بشكل اسرع عشان يوصل لدول القاره العجوز. كمان ده اللي خلى الولايات المتحده الامريكيه تنظر الى منطقه الشرق الاوسط، ويبقى هدفها ان هي تحاول تستفيد من الشرق الاوسط اللي برضو يعني لديه الكثير من الحلول لهذه الازمه، والشرق الاوسط لاعب رئيسي في هذه الازمه. يمكن امين عام جامعه الدول العربيه السيد احمد ابو الغيط بيتكلم على ان ازمه اوكرانيا هي السبب الرئيسي لزياره الولي الرئيس الولايات المتحده الامريكيه بايدن اللي عايز يجي السعودية. والخارجية الأمريكية قالت إن احنا مش جايين عشان خاطر البترول، احنا جايين عشان حاجة تانية، لكن من غير ما تفكر البترول هو الأساس ثم الأزمة الأوكرانية، لأنه البترول هو أصلا أساس المشكلة الأوكرانية دلوقتي. لو قادرين يعوضوا اللي كانوا بياخدوه من روسيا كانوا سابوها تقعد يعني ايه تستنزف في أوكرانيا أكتر من كده، لكن الاستنزاف على الطرفين. أي نعم روسيا بتستنزف عسكريا واقتصاديا في أوكرانيا، ولكنها تجني أرباح كبيرة جدا جدا من إن إيجاد مناطق أخرى، أسواق أخرى، الأسواق الآسيوية كبديلة عن أوروبا وغيرها. وبنتكلم على إنه السعودية ومصر والإمارات دلوقتي على رأس أولويات واهتمام القيادة الصينية. الصين اللي
اللي طالتها سهام الهجوم والنقد خلال الفترة الأخيرة من الولايات المتحدة الأمريكية. كانت أمريكا عاوزة تضغط على الصين وتخليها تهاجم روسيا وتقف مع الناتو، لكن الصين كانت أذكى من كده بكتير وما رضتش ترتمي في أحضان الناتو، لأن معروف إن الصين لو ارتمت في أحضان الناتو وبعت بوتين هيكون الضربة القاضية على الصين نفسها، لأن الولايات المتحدة الأمريكية تخشى من التنين الصيني الصاعد بقوة اقتصاديا، ويمكن الصين ستكون أقوى وأهم دولة اقتصادية في العالم بحلول العام 2030 بحسب المؤشرات الاقتصادية الخارجة خلال الفترة الأخيرة. بنتكلم كمان على أنه الفترة اللي جاية دي ستشهد تحركات كتيرة جدا في منطقة الشرق الأوسط. يعني رغم التحركات دي، تعالوا نشوف إلى شخصية عقر السياسة الأمريكية، هنري كيسنجر، الراجل اللي قال تصريح صادم مش عارفين تداعياته إيه، ومتزامن ومتواكب مع زيارة بايدن إلى الشرق الأوسط. هنري كيسنجر بيتكلم على أن هناك أحداث كبرى في الشرق الأوسط قادمة قادمة قادمة. هذا العراب كأما يقول هذا الكلام يبقى أكيد في جعبته الكثير من المعلومات. هذه المعلومات وهذه التصريحات تتواكب مع ماذا؟ تتواكب مع زيارة الرئيس الأمريكي بايدن الديمقراطي بايدن إلى منطقة الشرق الأوسط، وتحديدا عشان يقابل الرئيس السعودي الملك السعودي والأمير محمد بن سلمان بعد الكثير من السجال وبعد هجوم شديد جدا حصل في بعد أزمة خاشقجي. لما بنيجي نتكلم على فكرة هذا التصريح اللي قاله هنري كيسنجر وزيارة الرئيس الأمريكي لمنطقة الشرق الأوسط، هي زيارة بالتأكيد ليست يعني مرغوب فيها من الشعوب العربية أو من القيادات العربية، ولكن هي السياسة. فاكرين كويس قوي إن مفيش زيارة مهمة من الديمقراطيين إلى منطقة الشرق الأوسط إلا وتبعتها أزمة أو كارثة. كلنا فاكرين الزيارة التي قام بها الرئيس الأمريكي الأسبق أوباما، أو لما قام بزيارة وجاء في جامعة القاهرة وقال السلام عليكم بالعربي وهللنا وكبرنا والكلام ده كله، وخد جولته وظبط دنيته، وتبعته مباشرة ثورات الخريف أو الخراب العربي، واللي ما زالت الدول العربية تئن وتدفع ضريبتها حتى الآن. هل يمني النفس بايدن بمثل هذا السيناريو والذي يؤكده هنري كيسنجر في تصريحاته الصادمة؟ إن شاء الله مش هيحصل. ليه مش هيحصل؟ لأنه على رأس الدول العربية الآن قيادات ذكية وعلى قدر الحدث وتعي جيدا حجم هذه المؤامرات، وهي كانت تحركاتها كانت استباقية وكانت مهمة جدا. لما شفنا التحالفات اللي بتتم، لما نشوف الزيارات المصرية للسعودية والعكس، نشوف الزيارات المصرية الإماراتية والعكس، نشوف الزيارات المصرية للأردن والعكس، الزيارات المصرية لكل دول المنطقة والكويت وخلافه والإمارات، إيه مصر بتعمل دور محوري مهم جدا جدا في حلفاء في مجموعة أو تحالف دول القلب الصلب اللي بدأت تنضم قطر مؤخرا إلى القافلة العربية. دول القلب الصلب دون تفكير، مصر والإمارات والسعودية، دول القلب الصلب اللي يعني لن تنكسر الأمة العربية بفضل تماسكهم ووحدتهم. هم عارفين كويس أوي حجم هذه المؤامرات، وقاريين المشهد كويس أوي، وعارفين أهداف الديمقراطيين وعلى رأسهم بايدن، وبالتأكيد هم عارفين وحاسبين حساباتهم، ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. عشان كده مستحيل، وكلنا ثقة بفضل الله وبفضل هذه القيادات الحكيمة ان احنا لا نتعرض لمخاطر ثورات الخريف العربي في 2011 والتي اطلق شريرتها اوباما وعصابته من اللي كانوا انذاك بيوجهوا سهام انتقادتهم الى الحكام العرب حتى يسقطوهم، حتى لو كان عندهم مشاكل، لكن كان الهدف الدول العربية وليس الحكام بدافع التغيير زي ما كانوا بيعلنوا. عشان كده احنا بنشوف الصدمات والأزمات العالمية. الصين هو المعسكر الآخر. الصين مش واثقة في الولايات المتحدة الأمريكية، وتعي جيدا الولايات المتحدة الأمريكية هدفها انها إزاحة الصين عن القمة الاقتصادية وزعزعت الصين وهدها اقتصاديا والحد من
قوى الصين الناعمة، أن الصين دلوقتي بتغزو دول العالم بالقوة الناعمة باقتصادها واستثماراتها، وده اللي خايفة منه الولايات المتحدة الأمريكية. عشان كده بدأت الولايات المتحدة الأمريكية تعمل قلاقل في آسيا وتحديدا في تايوان، وتبدأ تمد تايوان بالسلاح، وتبدأ تشجع قادة تايوان على الهجوم على الصين، وتصريحات استفزازية ومناورات وتدريبات عسكرية مشتركة وحاجات كتير جدا ما كانتش بتتم. الهدف هو استفزاز الصين. الإعلام الصيني لو شفنا تصريحاته خلال الفترة الأخيرة أكثر استنفارا وأكثر انعكاسا لحالة الشارع الصيني والقيادات الصينية. أما بنتكلم على وسائل الإعلام الصينية بتتكلم على إنه الصين الآن بتبني أكبر قوة عسكرية ونووية في العالم، يبقى الصين تعي جيدا أنها مقبلة على حرب وجودية بالنسبة لها كما روسيا، وبالتالي بتجهز أسلحتها النووية وبتعمل ترسانة من الأسلحة هي الأضخم والأكثر تطورا في العالم بحسب الإعلام الصيني. بتتكلم الصين برضو، أعلنت وسائل الإعلام أو طرحت وسائل الإعلام العديد من الفيديوهات والصور للقطات اختبار صاروخ اسمه دونج فانغ الباليستي، اللي مداه بيصل إلى 14,000 كيلومتر، ويستطيع هذا الصاروخ أن يقطع المحيط الهادي ويصل مباشرة إلى مدينة نيويورك الولايات المتحدة الأمريكية في 20 دقيقة. يعني أنت من الصين قادر على أن تضرب عمق الولايات المتحدة الأمريكية في 3 ساعة. شوفوا حجم التطور اللي بتقوم به الصين في ترسانتها العسكرية، لأنها عارفة ما يحاك ضدها. صحيفة كمان جلوبال تايمز الصينية بتتكلم على إنه الولايات المتحدة الأمريكية هي من أفسدت العالم أو أفسدت الشرق الأوسط وأوروبا، وإن هي حاليا عاوزة تنقل هذا الفساد إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ لتفسدها. لكن الولايات المتحدة الأمريكية تعلم جيدا أن الشعب الصيني لن يسمح لأحد بأن يعبث بمقدراته، وأن محاولة استخدام تايوان لاحتواء الصين بيعني بالنسبة للصين اللعب بالنار، ومن يلعب مع النار سيحرق منها. تصريحات شديدة اللهجة من الإعلام الصيني المستنفر، واللي بيلتف جميعا على معركته نفس الإعلام الروسي كذلك، وهو نفس الإعلام أيضا من كوريا الشمالية. وده بدأت الأحلاف تتشكل ويتعرف مين مع مين ومين ضد مين، ودي خطورة المشهد والتنبؤات بالحرب العالمية الثالثة. كمان الصين إعلامها بيتكلم على إنها بتطور أسلحة نووية لأسباب دفاعية. كل دي تصريحات دبلوماسية بتتقال في الظروف دي، لكن هي عارفة ممكن تبقى دفاعية وممكن تبقى هجومية. الصين إعلامها بيتكلم على إنها بتستعد لمواجهة مع أمريكا واليابان، وإن هي بتدعو لضبط النفس. كمان اتكلمت على تايوان وقالت إن مضيق تايوان لم يعد جزءا من المياه الدولية، تصريح شديد اللهجة. الصين بتتكلم على إن مضيق تايوان لم يعد جزءا من المياه الدولية. معنى كده بتقول أمريكا إن المياه دي جزء مني، مش ممر دولي عشان تروحي تتفسحي شمال ويمين وتقعدي تستفزينا. كمان الصين مش بتشتغل لوحدها وبترتب البيت من الداخل عندها بس، لا ده بتلعب كمان وبتتحرك. عملت لقاءات مع قادة رفيعي المستوى من المملكة العربية السعودية في سنغافورة لبحث التعاون الدفاعي والاقتصادي. برضه هم عارفين مدى قوة وأهمية سلاح البترول وسلاح الدول العربية، وعشان كده بتبدأ الأعداد والاجتماعات والتنسيق والصفقات. الصين عارفة كويس قوي إن في أوروبا في أيدي الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي أوروبا بتضغط على إخراج الصين من الولايات من أوروبا. عشان كده هي بدأت تتجه إلى آسيا والخليج والمنطقة العربية. عشان كده الصين عايزة تضع بصمتها في الشرق الأوسط، وحسب الإحصائيات الرسمية المنشورة بتتكلم على إنه نسبة إمدادات الأسلحة والتكنولوجيا المتطورة اللي راحت للسعودية والإمارات زادت بنسبة 386%، وده شيء غير مسبوق. كمان عشان نعرف إن الصين بتنوع
علاقتها وتقويها وتعضدها مع كافة دول العالم، رغم التهديدات الكتير اللي كانت راحت لها من أمريكا والناتو بأن هي ما تساعدش روسيا. لكن دلوقتي الصين وروسيا بيحتفلان سويا بافتتاح أول جسر بري بينهما. الجسر بيربط مدينة بلاغوفيشنيكسك الروسية بمدينة هيهي الصينية. دي تطورات مهمة جدا لزيادة التجارة والعلاقات القوية بين القطبين الكبيرين. الإعلام الصيني متحفز جدا وبيجهز نفسه إلى هذه المعركة التي يراها قادمة لا محالة. بيتكلم على أنه الصين أو جيشها أو قواتها المسلحة قادرة على تجهيز 100 مليون مقاتل في 40 يوم. متخيل في 40 يوم تشحن 100 مليون مقاتل لمواجهة الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها؟ كل دي تصريحات تؤكد لك حجم التحفز وحجم الثقة في أنه هناك حرب قادمة بين القطبين. وإذا شفنا حتى السعودية نفسها حجم استثماراتها في الصين يتجاوز 200 مليار دولار، وده اللي بيخلي بايدن يستعطي غضبا، وده اللي مخلي بايدن عايز يجي السعودية ومنطقة الشرق الأوسط عشان يقلل ويحجم هذا النفوذ الصيني والتدخل الصيني في منطقة الشرق الأوسط والخليج. برضو اللي استفز أمريكا أكتر التدريبات العسكرية وسلسلة التجارب الصواريخ البالستية اللي تمت بين السعودية والصين. الصين حاطة في عقيدتها بحسب الإعلام الصيني إن هي في سنة 2025 ستتفوق على الاقتصاد الأمريكي بمسافات كبيرة جدا جدا جدا. وأمريكا شايفة روسيا والصين بيستفزوها، وكل دي مؤشرات على صراع ممتد. وما نتوقعش زي ما الناس بتتمنى إن الحرب تكون قصيرة الأجل وتنتهي عشان العالم يهدى ويعني يرتاح من فكرة إنه منتظر الحرب في أي لحظة أو الأسعار تهدى شوية. أمريكا برضو يعني خايفة من الصين جدا، وبدأت بتتكلم على مفاوضات جادة معها بحيث تكسر احتكار الصين لمعادن نادرة بتشكل كل شيء إلكتروني. يعني دلوقتي بنلاقي النفط والغاز في روسيا والمعادن النادرة في إلكترونيا موجودة في الصين وكذلك في الهند. وبالتالي أمريكا خايفة من حصارها وخايفة من التضييق عليها في هذه القطاعات. فإذا هي حرب ليست حرب عسكرية على الأرض، وإنما حرب اقتصادية وسياسية ويعني إعلامية كذلك. اللي بيأكد إنها حرب برضو زي ما قلنا قبل كده التصريحات اللي قالها الرئيس الفرنسي ماكرون، اللي قالك إنه فرنسا بتعيش حرب اقتصادية، إنما فرنسا تتعرض أو شايفة إن هي محتاجة اقتصاد حرب. وبيتكلم على زيادة الإنفاق العسكري وتنويع مصادر الدخل في ظل هذه الأزمة العالمية غير المسبوقة. كلم روسيا يعني عاملة لهم مشكلة كبيرة جدا جدا، مشكلة كبيرة جدا يبدو أن تداعياتها لن تتوقف بسهولة. ويعني يمكن عايزين نختم بحاجة مهمة جدا جدا تخليك تشعر بالفخر كمصري وتشوف حجم ما تقوم به الدولة المصرية. لما يعني حاجة قالها الرجل الصيني لما اتكلم وقال تصريح مهم جدا بيعكس ما تقوم به الدولة المصرية. خلال زيارته لمصر أحد الخبراء والسياسيين والسفير الياباني لدى القاهرة ومعه لفيف زي ما قلنا من السياسيين والدبلوماسيين، كان بيقول إنه هيروح لليابانيين ويخبرهم عما أحدثه المصريون من طفرة في القطاع الصحي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. بيتكلم وبيقول شعر في منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة اللي بتقوم بها الدولة المصرية في طريق تعميمها. وكان بيتكلم لما زار منظومة التأمين الصحي أو وكالة التعاون الدولي اليابانية جايكا، لما زاروا مجمع الإسماعيلية الطبي قال شعر وقال إن أنا أشعر بالسعادة وإن أنا هنقل هذه الرسالة إلى الألمان أو الشعب الألماني. لنا الفخر أن نسمع هذه الشهادات
عن ما تسير به الدولة المصرية وتحركات الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة في ملف القطاع الصحي وفي كافة الملفات. يا رب يا رب الخير لمصر والدول العربية وللشعوب كافة إن شاء الله، ونتمنى الخير لمصر. أشكركم شكرا جزيلا.